عليكم. المتابعة الشعبية لأداء الحكومة الشرعية هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى، بعدها المسؤول الأول والأخير عن استعادة دولة الشعب المخطوفة وإعادة تفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية في المناطق المحررة في الطريق لاستعادة الدولة اليمنية كاملة غير منقوصة. غير أن الأداء التنفيذي والسياسي للحكومة رغم التغييرات المستمرة لا يزال في المستوى دون المطلوب في ظل مرحلة عصيبة تشهدها بلادنا، أقل ما يمكن وصفها بالمرحلة التاريخية كونها ستحدد مصيرا مستقبليا محوريا ليس لليمن فحسب، بل ومصير المنطقة التي تعاني من التدخل الإيراني الذي يعمل على إسقاط الدول والعواصم في المحيط العربي ضمن استراتيجية باتت مكشوفة للجميع. الحاضر الأبرز اليوم في الأداء السياسي للحكومة هو أن الوفد الحكومي في الكويت قرر تعليق مشاركته في المشاورات ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الإنقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية، وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا، والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان. كما جاء في بيان الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، أسئلة تفرض نفسها على المشهد اليومي: ماذا عن الأداء التنفيذي والسياسي للحكومة في هذه اللحظة التاريخية تحديداً؟ هل ثمة تحول إيجابي في الأداء الحكومي من الناحية التنفيذية والسياسية بما يواكب اللحظة الراهنة التي تتطلب عملاً إنقاذي من نوع ما في ظل التدهور والانهيار الشامل لما تبقى من الدولة اليمنية؟ نناقش ذلك مشاهدينا في المساء اليمني لهذا اليوم، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. حرب استعادة الدولة العنوان الأبرز للمعركة التي يخوضها اليمنيون في كافة الجبهات ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. عام ونصف يغيب فيها أداء الدولة أمام المواطن لتحضر بديلا عنه سلطة ميليشيا وأدوات القمع، ليدخل اليمن المرحلة الحرجة تلك التي تتعلق بالأمن الغذائي ومصير قوتهم. مهام كثيرة وجليلة يتطلب الوفاء بها من قبل الحكومة التي تعمل من خارج الإطار الجغرافي لمهامها. تعاني الحكومة الشرعية في المناطق المحررة جملة من القضايا الشائكة، منها السياسية والأمنية والعسكرية والإنسانية، إلا أن أبرزها هشاشة الوضع الأمني وصعوبة تفعيل أجهزة الدولة وأدواتها، والأبعد من ذلك هو إعادة خلق الثقة للشرعية لدى المواطن المنهك من الحرب وآثارها، بدءا من الملف الاقتصادي والإغاثي وملف الجرحى وتفعيل مؤسسات الدولة، حيث يرى مراقبون أن إغفال الحكومة موضوع جرحى المقاومة وضحايا القصف الميليشياوي يظل موضع عتب كبير على الحكومة والتحالف معا، خصوصا ما حدث في الأيام الأخيرة من عودة جرحى تعز من عدن إلى مدينة التربة بجراحهم خائبين. أن تكوننا ولنا 6 أشهر أو 6 أشهر في محافظة عدن ولن يفعلوا لنا أي خدمة أو يقدموا لنا أي علاج أو يدخلون أي مستشفى، وها نحن نعود إلى محافظة تعز مخذولين، لقد خذلتنا الحكومة الشرعية التي خرجنا ندافع عنها. ملفات كثيرة تلقي بظلالها على أداء الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الوقت الذي يوشك اليمنيون على الدخول في مرحلة حرجة، فيما تستهلك الميليشيا قرابة 25 مليار ريال شهريا تحت مسمى المجهود الحربي. البلد على حافة الإفلاس نتاج لتصرفاتهم، هذا فساد غير مسبوق. 4 مليار دولار اختفت من البنك المركزي أو عبث بها، والدهورات هي تشكل الاحتياطي، لم يتبقى من الاحتياطي إلا 1 مليار دولار الوديعة السعودية وهي غير قابلة للسحب وإلا كانوا سحبوها، و 100 مليون دولار. وبالمقابل قيادات أمنية وسياسية قدمت استقالاتها وأخرى تهدد بذلك ما لم يتم تعزيزها بنفقات تشغيل المؤسسات الحكومية. تساؤلات كثيرة حول ما يتعلق بملف الخدمات في المناطق المحررة ورؤية الحكومة لما يتعلق بالإغاثة والإعاشة والآلية التي تشتغل عليها الحكومة
وحجم تواجدها في الميدان، خصوصا مع انسداد أفق المشاورات وترحيل انفراج الأزمة سياسيا إلى أمد غير معلوم. ومنذ أن بدأنا المشاورات فعليا نحن نشهد جدل عقيم، على الرغم من أن هناك الكثير من الأمور التي يفترض أن اتفقنا عليها. فهل ستظل الحكومة ذلك الغائب الحاضر في وعي اليمنيين؟ إذن مشاهدينا الكرام، سنناقش هذه الحلقة مع ضيفنا هنا معالي وزير المياه والبيئة دكتور العزي هبة الله شريم. مساء الخير دكتور. مساء النور. بداية دكتور، يعني الملف أو الدخول إلى معرفة أداء الحكومة مفتوح وواسع، ولكن لو بدأنا إجمالا ماذا عن الأداء التنفيذي والسياسي للحكومة، ثم سندخل في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نشكر قناة بلقيس، قناة الروح الشبابية، وكل القنوات التي انبثقت من رحم التغيير على متابعتهم وعلى حضورهم وعلى تلمسهم وعلى مواكبتهم للهم اليمني وللأداء الشعبي والرسمي في اليمن. أقول ابتداء حسب ما أوردتموه من سؤال يعني يبتدأ به الحديث، الأداء في الإطار التنفيذي والسياسي نأتي من الجزء الأخير في إطار التقرير، وما هو دائر الآن في الكويت. نعم. وهو أعتقد بيت القصيد. ما يحدث الآن في الكويت أو ما يدور الآن في الكويت هي يعني عملية حوارية، نحن بالنسبة لنا في إطار الشرعية، في إطار الحكومة، وفي إطار توجيهات فخامة الأخ الرئيس، نتمسك بمبدأ الحوار، نتمسك بمبدأ السلام، نتمسك بمبدأ إخراج اليمن من هذه المحنة ومن هذا المأزق ومن هذه الفتنة التي أراد أعداء اليمن على مستوى الداخل والخارج إيقاع اليمن فيها وإقفال باب المستقبل أمام أجيال اليمن. نمضي باتجاه الإصرار على الحوار، باتجاه الإصرار على السلام، باتجاه إخراج اليمن إلى المستقبل الأفضل. بالتأكيد كما لاحظتم وسمعنا من التقرير تصريحات معالي وزير الخارجية، وهناك كثير من التصريحات التي تأتي بين لحظة أخرى وفقا لمعطيات الحال والحوار في الكويت. نأمل أن تخرج محطة الكويت بقرارات وبمخرجات توصل اليمن إلى 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 بر الأمان. نعم، مشاورة الكويت معالي الوزير يعني هي ربما الأمل العام بالنسبة لليمنيين، ولكن لو عدنا للداخل قليلا وتحدثنا عن وجود الحكومة الذي يعني يفترض أن يكون أكثر يعني تلمسا من قبل المواطن في الداخل، إلى الآن لا يوجد وجود حقيقي للحكومة أو فعلي إن صح لي القول، لماذا؟ بالتأكيد يعني أنتم تتابعون كما يتابع كل أبناء اليمن والمنطقة العربية والعالم يعني ما يحدث في اليمن. قبل كم يوم كان دولة رئيس الوزراء في المكلا واجتمع بالسلطة المحلية، وكانت هناك لقاءات بعدد من المسؤولين في السلطة المحلية. قبل ذلك أيضا كنا في مارب والتقينا بعدد من المسؤولين والسلطات المحلية والمقاومة، وفي الجوف أيضا تمت زيارة الحكومة للجوف. هناك وزراء ما زالوا يعني يعملون في الداخل في عدن وعلى تواصل مع بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات. محافظ تعز الآن في وسط المدينة والتقى بالسلطة المحلية في تعز، وكنا على تواصل معه في يعني ونحن في الرياض، والتقينا بعدد من المسؤولين المعنيين بهموم تعز بشكل خاص.
التواصل قائم يعني مع عدد من المحافظات حتى بدون ذكر أسماء بين هلالين، حتى تلك التي تقع تحت سلطة الانقلابيين. طيب بما يخدم اليمن واليمنيين. جميل. لكن دكتور يعني وجودكم في هذه الأماكن التي ذكرتها هي على سبيل الزيارات، ما يحتاجه المواطن هو أن يجد حلولا سريعة لمشاكله، لنفترض يعني أو لنضع مشكلة مثلا الجرحى، تم إعادتهم جرحى تعز تم إعادتهم من عدن وهي مشكلة حقيقية متعلقة بملف الجرحى، ما الذي قدمته الحكومة في هذا الملف؟ يا سيدتي موضوع الجرحى موضوع شائك. لماذا؟ نحن نعيش وضع استثنائي جدا. قصة الجرحى هي قصة أساسية وجوهرية، بل وهي تأتي في مقدمة أولويات الحكومة وفي إطار الملف الأول الموضوع على طاولة فخامة الأخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء. لكن نحن في هذا الملف تحديدا نسعى في بما يمكن أن يتعاون به الأخوة والأشقاء والأصدقاء لإسعافنا في هذا المجال. أقول اليوم تقريبا اليوم أعتقد أنه ونحن في تركيا نقول أنه ربما إن لم يكن قد غادر سيغادر غدا فريقا طبيا تركيا في عدن، كان يعمل في إطار البحث عن الاحتياجات والأولويات التي يعني يمكن أن يعين بها الإخوة في تركيا في هذا الملف. الإخوة في قطر، كنت قبل كم يوم في قطر وزرت بعض المعنيين من أشقائنا في قطر وأبدوا استعدادا عاليا، وكانوا على تواصل أيضا رسمي مع وزارة الصحة ومع الحكومة وفي هذا الملف الشائك. نحن دعيني أن أوجه رسالة للإعلاميين، أنا في لقائي مع مؤسسة قطر الخيرية بالنص يعني بين قوسين، وأرجو من كافة وسائل الإعلام أن تهتم بهذا الملف المهم، قيل لي أنه إعلامياً أنتم مقصرون في إطار ملف الجرحى. نحن خلال ساعات عندما حدث في حلب ما حدث تغيرت أولوياتنا الاتجاه نحو حلب، وما يقع على حلب من ضيم. ملفنا في هذا الإطار يعني لم يعطى حقه الإعلامي، فأنا أدعو كافة وسائل الإعلام من خلال هذا المنبر أنها تركز وتسلط الضوء على هذه المعاناة الإنسانية والقهر الذي يعني يعاني منه اليمنيين. يعني طالما ذكرت حلب، ربما يعني لدينا نموذج مشابه لما يحدث في حلب تعز، دعنا نشرك في حديثنا هذا محافظ محافظة تعز الأستاذ علي المعمري عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ علي. ألو. ألو، نعم أستاذ علي تسمعني؟ نعم أسمعك. أستاذ علي، لو بدأنا الحديث معك من الزيارات الواسعة التي قمتم بها واللقاء بالسلطة المحلية في تعز، ما هي الاحتياجات الأساسية للمحافظة؟ أولا تحية لك ولضيفك الكريم معالي وزير المياه. وما يتعلق باحتياجات تعز، الجميع يعلم أن تعز مدينة يعني ومحافظة الانقلابيين دمروا كل شيء فيها، لم يبقوا حجر على حجر، كل شيء مدمر، كل شيء يعني لم يبقى شيء يمكن للناس ان يزاولوا من خلاله عمل او المباني، الشوارع، كل شيء مدمر في تعز. فاحتياجات الناس بالتاكيد يحتاجون لكل شيء. نعم. يعني في موضوع الخدمات 100% خدمات منعدمه، لا مياه، لا كهرباء، الصحه الحد الادنى. بالتالي تعز مثلنا، تحدث الإخوة في الحكومة قبل 6 أشهر، تعز مدينة منكوبة. نعم. هي الآن من بعد 6 أشهر من قرار الحكومة لم يعني تقوم الحكومة بعمل أي شيء في تعز، بل أن القصف استمر والقتل استمر والدمار استمر. فتعز مدينة منكوبة تحتاج لكل شيء، تحتاج لمساعدات في كل الجوانب، جوانب الصحة يعني
مياه بكل ما يمكن ان يكون له علاقه بحياه الانسان. نعم. غزه مدمره تماما وتحتاج لعون ومساعده شامله وكامله. نعم. طيب يعني سيادة المحافظ، في حل عدم الاستجابة لتلك الاحتياجات وتوفير اللازم أيضا من الميزانية التشغيلية وغيرها، ما الذي ستقوم به في ظل ما تم تناوله أنك لوحت بتقديم الاستقالة؟ أختي العزيزة، شرفني رئيس الجمهورية بتعيين محافظ بالتعيين. نعم. وأنا منذ ثلاثة أشهر وأنا أتابع رئيس الجمهورية أصدر توجيهات للأخوة رئيس الوزراء، وتوقفت كل الأوامر عند وزير المالية منذ تعيينه إلى اليوم. وزارة المالية لم تصرف أي مبالغ لمحافظة تعز، وبالتالي أنا أقف محرج أمام الناس، أمام مسؤوليتي أمام الناس. نعم. يعني منذ عدت إلى تعز الجرحى مشكلة كبيرة، ويعني قصة يعني لا تتخيلي أوجاع الجرحى، مشكلاتهم حالاتهم، وصل الحال بهم الى يعني حاله نفسيه جدا سيئه. نعم. انا اقول منذ وصولي الى تعز يعني لا املك من المال، لان الدوله لم تقم بواجبها، لم تساعد في هذا الجانب، اقف عاجز عن تقديم اي مساعده لما يتعلق بالبشر او ما يتعلق بالخدمات لهم. وجدت ان لزاما علي حتى اقلي يعني مسؤوليتي، حتى يعلم الاخ رئيس الجمهوريه والاخ رئيس الوزراء المسؤوليه الاخلاقيه تقتضي مني، طالما انا لا استطيع ان اقدم العون والمساعده للناس في تعز، على الاقل يعني انه لابد ان اغادر هذا الموقع، طالما انا لا استطيع ان اقدم شيء خلال موقعي. وانا عندما اقول ساغادر ساقدم استقاله في سأبقى يعني ساغادر كمسؤول، لكن ساظل في تعز بين ابناء تعز، اقدم ما استطيع من خدمه واحد من ابناء تعز. وازعم اني استطيع انا يعني من غير ان اكون في هذا الموقع ان اقدم شيء لابناء تعز، لكن مثل ما قلت يعني وانا على راس هذه المحافظه، نتيجه لانعدام الموارد، نتيجه لان الحكومه لم تقم بواجبها باسنادي في لاقوم بعملي على اكمل وجه، في ادنى الحالات، لا اقول على اكمل وجه. نعم. قلت انا لزام علي اليوم ان اقول انه ما لم يتم اسعافي بدعم مبادره محافظه تعز، فانا يعني ساقدم استقالتي، والموعد النهائي نهايه شهر 5. هذا الامر هو محافظ. يعني نحن نعلم استاذ علي يعني الوقت العصيب الذي تعينت فيه ومدى التزامك تجاه ابناء محافظه تعز، ويعني مدى رغبتك ايضا في تحقيق ما يجب ان يحقق في هذه الفتره، ولكن يعني بعد هذا التلويح سياده المحافظ، يعني ما الذي تتوقع ان ينجز ولو في الايام القليله، او ما هي ابرز الاحتياجات التي تريد تنفيذ مطالبك فيها او مطالب ابناء المحافظه؟ أختي العزيزة، مثل ما قلت يعني أنا ممثل للشرعية، أنا ممثل لأبناء تعز، أنا محافظ لهذه المدينة وهذه المحافظة. نعم. عندما لا أجد يعني عون، عندما لا أجد مساعدة، عندما لا تقوم الحكومة بدورها أو بواجبها تجاه هذه المحافظة، أجد أنه لزام علي أن أنبه، أن أحذر من خطورة الأمر. وأنا أتصور أن الحكومة ورئيس الوزراء والأخ رئيس الجمهورية هم ايضا يعلمون مدى احتياج المحافظه، وانا على تواصل دائم معهم، لكن يبدو ان ربما لنقص في يعني عندهم مشكله في الموارد، ربما عندهمش موازنه، لكن هذا الامر هم يعني لا يحتكون بالناس بشكل يومي. انا منذ عدت الى تعز كل يوم اغادر من منزلي واجد امام منزل عشرات الجرحى، الناس عندهم مشكلات. اليوم او بالامس غادر جرحى تعز المتواجدين في عدن الى تعز، مع اننا قمنا بشيء من الواجب، لكن لاني لم استطع ان اقوم بالواجب كما ينبغي، مشكلات كثيره تواجهني، اجد انه من الضروري ان انبه الاخوه رئيس الحكومه فخامه رئيس الجمهوريه ان هناك مشكلات حقيقيه، وعلى وجه الخصوص المشكله الامنيه والمشكله الصحيه. نعم. وبدون موارد لا يمكن، وبدون مال لا يمكن لي ان ادير، ولا يمكن لي ان احقق تقدم، ولا احقق شيء ما لم يكن للمحافظه مثل ما قلت موازنه في الحد الادنى لتشغيل هذه المؤسسات، المؤسسه الامنيه، مؤسسه الصحه، النظافه، المياه، لكن لا مال، لا موازنه،
اعتقد ان الامر خطير وان نعم لم تنتبه الحكومه وتقوم بواجبها. هم يمكن لهم ان يتدبروا هذا الامر ويجدوا مالا ليقدم لمحافظه تعز حتى نتمكن من تقديم الخدمات للناس. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي المعمري محافظ محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك دكتور العزي، يعني استمعت إلى ما تحدث إليه الأستاذ علي، عمان والحكومة دون موازنة حقيقية دون موارد، وهذا ربما هو السبب الرئيسي في كثير من المشكلات التي وجدت سواء الصحية أو الأمنية. كيف يمكن أن تفعل الحكومة دورها في هذا الجانب خاصة في المناطق التي حررت أو في المناطق التي تستطيع أن تصل إلى الناس فيها؟ أولا أقول تحية خاصة للأستاذ علي الأخ المناضل المجاهد المكافح الذي قبل تجشم الصعاب في هذا الظرف، ولا أعتقده جادا في موضوع الاستقالة على الإطلاق، لأنه يعني من الكوادر الوطنية النبيلة المكافحة الذي يعي تماما كما أشار إلى مشكلة الموارد والموازنة بالنسبة للدولة. لكن أنا أقدر تماما ما طرحه من أنه لا يمكن أن تدار محافظة دون يعني موازنة تشغيلية. المال عصب الحياة، أنا أضم صوتي إلى صوته ويضم وأضمه إلي في السعي لجلب الموارد لتعز ولكافة المناطق المحررة، وقد سعينا معا فيما يمكن يعني أن نسعى فيه في فترة سابقة. لكن هذا هم عام، وهذه قضية مفصلية وجوهرية يجب أن تقف الحكومة أمامها بمسؤولية. نحن ضاع منا وقت كثير في إطار هدنة اقتصادية فاشلة مع البنك المركزي، وموارد الدولة كانت تسخر للإنقلابيين لقتل اليمنيين ولتجويع اليمنيين. هذه القضية لو كانت حسمت من فترة سابقة، وكان لي تصريح منذ كنا في عدن بأن المركز المالي يجب أن يكون تحت سيطرة الشرعية، وكانت هناك توجيهات واضحة لفخامة الأخ الرئيس، وشكل فريق في حينها ونحن في عدن لدراسة هذا الموضوع، إلا أن الظروف جاءت على يعني بما لا يشتهي السفن أو بما لا تشتهي السفن بغض النظر عن الجانب اللغوي. أقصد أن هذا الأمر الآن يدرس بشكل فاعل، التواصل مع الأشقاء والأصدقاء الآن في إطار نعم عند هذه النقطة سيادة معالي الوزير، يعني ألا يستطيع التحالف دعم الحكومة في هذا الجانب المادي بالذات في المناطق التي حررت، في المناطق التي بحاجة لوجود الدولة، لإبراز وجود الدولة بشكل يلمسه المواطن، بتحقيق احتياجاته، حتى يعني يشعر المواطن اطمئنان أن هناك فعلا دولة حقيقية تهتم بمشاكله؟ بالتأكيد هناك نموذج في عدن قدم، وهناك دول من الدول الشقيقة قدمت نماذج إيجابية في عدن في إطار الجانب الخدمي، في إطار المياه، في إطار الكهرباء. أقول أيضا أن هناك فريقا تركيا اليوم كان في عدن في إطار تقديم خدمة للكهرباء يعني استعدادا للمرحلة القادمة من الصيف، ليس في عدن فقط، في كل المناطق الحارة تقريبا سواء كانت محررة أو غير محررة. هناك توجه بإدخال المواد المتطلبة لوقود الطاقة لليمن بشكل عام. هناك تفهم عالي لدى أشقائنا في كيفية التدخل، نحتاج فقط إلى برمجة هذه الأمور ويعني ترقيمها بحيث أن تكون واضحة بشكل ممنهج وعلمي. الآن في كافة المؤسسات والوزارات يعني يعاكفون على هذه المفردات. لكن يعني اسمح لي عند هذه النقطة، هناك مثل دارج يعني يوم الحكومة بسنة كما يقال، ويبدو أنها ما زالت تدرس الأمور وتريد أن تبرمج هذه الإمكانيات في ظل احتياج الناس الفعلي، في ظل ارتفاع حقيقي للدولار مرعب، تخوف الناس، رمضان مقبل، يعني كل يوم يصبح الناس على تغير في على مستوى أسعار الزبادي والبيضة والروتي، يعني احتياجاتهم الأساسية. يا سيدتي، الارتفاع المرعب للدولار هو تحصيل حاصل،
يعني أعتقد 1.1 الاحتياطي نتيجة العبث المرعب بإدارة البنك المركزي. أنا أشرت قبل قليل أنا كنت ضد ما يسمى بالهدنة الاقتصادية، وأثبتت الأيام فشل هذا الاتجاه يعني أو هذه السياسات، رغم أن الهدنة الاقتصادية خبيرا بتحييد البنك المركزي تحييدا وهميا زائفا كذب، يعني ما كانش منطقي على الإطلاق. 4 مليار خلال سنة، أي تحييد لأي قضية تحت تهديد السلاح أو البندقية. يعني أنا أقصد هذا الأمر هو من أوصل الدولار إلى ما وصلنا إليه اليوم، الريال اليمني، العملة، الزبادي، إلى آخره من التفاصيل. يعني إذا أتحدث فقط عن موضوع المازوت وفق توجيهات فخامة الأخ الرئيس وإيصاله إلى ميناء الحديدة لغرض الكهرباء، وبالتالي نجد أن الشركات المعنية، الجهات المعنية بهذا تتلاعب بطريقة أو بأخرى، رغم أن التصريح صادر، رغم كثير من الإجراءات الرسمية التي يعني أنهت كل الوسائل والإجراءات الرسمية من أجل أن تعود الكهرباء إلى المواطنين في الحديدة. مثلا لم يتم هذا للآن نتيجة تلاعبات محددة من بعض المتنفذين أو المنتفعين بطبيعة الحال. نعم أقصد، وبالمثل في من يدير الأمور على الأرض يتعامل بطريقة يعني التنكيل والتعذيب والقتل الجماعي للمواطن اليمني. يعني يجب أن نعي هذا وأن ندركه تماما. نحن على تواصل مع أشقائنا ومع أصدقائنا، وكلهم على أهبة الاستعداد للتدخل الجاد والسريع من أجل اليمن وإنقاذ اليمن. محطة الكويت فاصلة، ونتمنى، وهناك خطوط متوازية في إطار الكويت وغير الكويت. نعم. إذن نتناولها من أجل أن يخرج اليمن من هذه المحنة. نعم، نتناول كل ذلك معالي الوزير، اسمح لنا بهذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك معالي الوزير دكتور العزي. كنا نتحدث عن تفاعل الدول الشقيقة مع الحكومة في أنها على أهبة الاستعداد لتقديم ما يمكن تقديمه لأجل اليمن. لو تحدثنا، يعني هناك عتب أن الحكومة حتى اللحظة لم تقدم أي تضمينات في المناطق المحررة، ولكن أيضا حدث في المناطق في جنوب البلاد ما لم يحمد عقباه. تحدث محافظ تعز عن ترحيل جرحى تعز، هناك أمور أيضا لا ندري هل هي ضمن خطة حكومية أم اجتهادات للقيادة المحلية. أعتقد يعني السؤال يحتاج إلى تصويب. لا أعتقد أن حكومة تعني الشرعية، تعني الاهتمام باليمن، تعني التمسك بالوحدة، تعني ما تعني وما تفهموه وتعوه جميعا، أنها سيكون مثل ما يحدث الآن ضمن خطة. فأنا أرجو التصويب. ويعني إذن يعني اسمح لي أن أسحب السؤال وأعيده بطريقة أخرى، لا يكون السؤال بهذا الشكل. ما الذي قدمته من الحكومة؟ يحترمها الشارع اليمني. إذن يعني أن تطرح سؤال بهذا المعنى أو بهذا القصد. إذن أدن للحكومة ولك باعتذار وأعدل السؤال، ما الذي قدمته الحكومة لما يحدث في عدن والمناطق الأخرى؟ فخامة الأخ الرئيس يعني ودولة رئيس الوزراء قد كان لهم توجيهات، وكانت لهم تصريحات، وكانت لهم إجراءات في هذا الشأن خلال الأيام السابقة. الكل يعني تابعها وعرف يعني الموقف الرسمي الحكومي من هذا. لكن يعني أنا لست يعني من المحافظات الجنوبية، لا أقول لست جنوبيا، ولكني جنوبي الهواء. وأنا ممن يعني من المناطق التي ظلمت، وربما مظلوميتنا هي تفوق مظلومية أي منطقة في اليمن. صحيح، أتفق معك. نعم، لهذا فأنا جنوبي الهواء أقول يعني يجب أن نراعي مثل هذه الخصوصيات في إطار المناطق الجنوبية وما تعرضت له من مظالم. نعم.
ولذلك قد ترتفع أصوات أو تبرز سلوكيات هنا أو هناك لا يجب أن نتوقف عندها في إطار مشروعنا الوطني الجامع العام. هذه السلوكيات، هذه التصرفات، هذه الأمور كلها استثنائية، يسعى بل ويغذيها أطراف، الكل يعي ويدرك ماذا يهدف من وراء مثل هذه الفقاعات، وأقول الفقاعات نعم. التي ستزول وستزول مؤكدا، ولا يجب أن تكون عائقا صحيح. أو محطا حتى للحديث في محطتكم وقناتكم نعم أو غيرها. نعم، للحديث عن الأداء السياسي للحكومة ننتقل إلى الأستاذ عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، عضو مشاورات الكويت عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عز. أهلا، مساء النور، مرحبا فيك أستاذ عز الدين. يعني تعليق الحكومة للمشاورات وربما أجد ما يمكن الحديث عنه لهذا اليوم، هل نستطيع أن نقول أن هذا هو نقطة تحول في مسار المشاورات أم أنه يعد تكتيكا كما حدث في التعليق السابق؟ شكرا جزيلا أولا. وهي المخطط مراجعة وليس مجرد تكتيك، ولكن كان لابد بعد أن استنفذت كافة الطرق المختلفة لتجاوز التحديات التي وضعت من قبل الإنقلابيين أن تكون هناك محطة مراجعة جالسة عندما يصل الأمر إلى الثوابت الأساسية التي أتينا من أجلها وتنسف وسط الحوار الذي تقوم عليه العملية التشاورية بأمتها. كان لابد من هذا الموقف وإعطاء المبعوث الأممي فرصة نهائية كما جاء في بيان اليوم. ما جرى اليوم هو كان إيضاح للعالم بأن الجانب الإنقلابي حتى هذه اللحظة لأنه خلال شهر كامل لم يرضع لتثبيت الأطر التي أتينا من أجلها والأجندة، وكان يستطيع أن كما يقال حبل الكذب قصير خلال 4 أسابيع نوع من البهلوة والبذلكة الإعلامية هنا وهناك لأنه سيأتي عبر المراجع المتفق عليها، ولكن عندما وضعت هذه المراجع إلى محط حقيقي عملي في عمل اللجنة اليوم والقياسية الرباعية 4 أفراد من كل واحد انكشف الأمر بشكل واضح أمام المبعوث الدولي وأمام الشرعية، وكان بالتالي من اتخاذ هذه الموقف وهذه الخطوة التي بعد ليس تكتيك ولكن خطوة مراجعة جادة لتصويب مسار المشاورات أو لمسألة إغلاق ملف عربي ليس له معنى غير باستهلاك الوقت واستخفاف بمشاعر شعبنا وبتضحياته المسيمة بهذه اللحظات الأليمة. نعم أستاذ عز، يعني كما تفضلت انكشفت مواقفهم في كل مرة أمام المبعوث الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي وأمام اليمنيين أيضا، ماذا بعد هذا التعليق؟ هل سيكون هناك ضغوطات أكبر وجادة على الفريق الانقلابيين؟ نحن تواصلنا مع المجتمع الدولي وهناك تواصل كبير بهذا الموضوع، وانهينا الان من لقاء مع عدد من السفراء ومثلي الدول الشقيقه حول الامر، هناك تواصل هاتفي مع القياده السياسيه، مع قيادات سياسيه مختلفه بما فيها القياده السياسيه الخارجيه الامريكيه، اتصل الوقت الاول لوزاره الخارجيه الامريكيه، تواصل السفراء الدول العضو، الكل يتابع هذا الموضوع، ولكن كان لابد مساله ايضاح الموقف. اعتقد ان هناك الان معنى حقيقي في مساله تحميل هذا الطرف الذي يخلق العراقيل ويحاول ان يعمل نوع من العبث الحقيقي في وقت ليس فيه لدينا فسحه في مساله اطاعته لمجموعه لا تريد ان تنطق مساله السلام. الكل كان يدرك الى حد ما بان هناك عبثا حقيقيا من الانقلابيين، ولكن ايضا لديه نوع من الامل الخفي من الأمنيات بأن هناك نوع من العودة إلى العقل، أنه بقليل من الصبر سيصل هذا الطرف ويعود إلى جدة الصواب. هذا القصيص من الأمل هو الذي دفع العالم بأن يضغط على أرض الشرعية بأن يصبر أكثر وأن يتحمل هذا العبث ويتجاوز التحديات المختلفة، لكن الأمور لا انكشفت بشكل كامل، وأعتقد بأن المواقف الدولية هي لا تزال صلبة، ولكن أيضا أمام المجتمع الدولي أيضا مسؤولية أكبر من تحقيق السلام والاستقرار وتحميل هذا الطرف وإلزامه بمسألة الشرعية الدولية. أعتقد بأننا سنحتاج الآن المواقف الدولية أكثر صفقة موجودية وفعلية في هذا الأمر.
نعم. طيب أستاذ عز، يعني اليوم حديث الأستاذ عبد الملك المخلافي وزير الخارجية قال بأنكم باقون في الكويت لأيام، وأن هناك فرصة لمبعوث الأمم المتحدة في أن يعيد المشاورات إلى مسارها الحقيقي. يعني أسألك عن ما الذي تنوون عمله خلال هذه الأيام، خاصة في ظل ما يحدث من انهيار اقتصادي للبلد، انهيار في الصحة في بعض المناطق، أيضا انعدامات الأدوية والمواد الغذائية والمواد والمشتقات النفطية، ما الذي ستقدمونه؟ الفريق السياسي يعمل على كافة الأصعدة مع الجهات الدولية المختلفة. لدينا أيضا فريق اقتصادي يعمل معنا ومع فريق أيضا اقتصادي من الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مخارج وحلول في هذا الأمر في حالة انعقاد دائم. غدا أيضا لدينا عمل مع الأشقاء والأصدقاء مع فريق اقتصادي متخصص من أجل هذا الأمر. نحن كحكومة نتعامل مع هذا الملف بالمسؤولية، ولكن أيضا يجب أن نعرف أن هذه الحرب التي فرضت من قبل هذه الميليشيات فيها كثير من الجنون من هذا الملف، وهناك استخفاف كبير من الطرف الآخر الذي يرى البلد على حافة الانهيار ثم لا يوزع عملة بدون غطاء، يعمل على نقد الاحتياطي النقدي لليمن بلن يحدث في التاريخ أن تعمل عصابة على نهب بهذا الشكل كما فعلت. طبعا نتابع هذا الأمر. نحن عندما نبقى في الكويت لا نعني بمسألة أنه نوع من الاستسلام للخوف، لا، هي المرونة القوية التي تتحلى بروح المسؤولية أمام في معركة سياسية. نحن في الجبهة السياسية مثل الذي يتواجد في الجبهة العسكرية، عليها أن يغادر مواقعه، عليها أن يستمر في كل اللحظات، عليها أن يكون مخيضا، عليها أن يقدم نفسه دائما في المقدمة لتوضح المواقف ولكسب المواقف السياسية الكويتية. فنحن في هذه الجبهة، نحن في مواقع متقدمة، وبالتالي لا انسحاب ولا تراجع، ولكن هناك تحقيق كاتب على الأرض، وبالتالي استمرارا نأتي من هذه النقطة. يجب أن يدرك المشاهد الكريم بأن ثبات الجبهة السياسية وقوتها تماما مثل الجبهة العسكرية المتقدمة في خطتنا، أن تثبت رغم كل الضربات، رغم كل الاعتداءات، رغم كل كثافة النيران التي تواجه من الضغوطات المختلفة، هذا الثبات والصلابة في الموقف والروح المسؤولة، وليس المرونة التي تعني تضييع أو تنميع للموقف، لا، المرونة المسؤولة القادرة على تقديم البدائل. بقاءنا في الكويت هو احتراما أيضا لهذه الضغوطات الإقليمية وتحديات الحلول، على وعسى أن نرضى خطاب الآخر ويوقف اعتدائه ويعود إلى جلد الصواب، أو نزيد لتحشيد الموقف الدولي حتى نستطيع اتخاذ مواقف مستفادة ننفذ بها شرعنا. والأخير علينا أن ننتصر سياسيا كما علينا أن ننتصر الكريم، وعلينا أيضا أن نضع نصبة من معاناة شعبنا التي بالفعل صارت مؤلمة ولا يمكن تحملها. صحيح. شكرا جزيلا لك أستاذ عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان عضو فريق المشاورات، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك دكتور العزي. يعني الحكومة صبرت كما تحدث الأستاذ عز الدين والأستاذ عبد الملك المخلافي أيضا في المؤتمر الصحفي، قدمت تنازلات كثيرة، وافقت على كثير من النقاط رغبة في تحريك عجلة المشاورات السياسية، ولكن هناك ثوابت لا يمكن التنازل عنها كما تحدث الأستاذ عبد الملك. غريب، يعني مفاجأة الجماعة أن مطالبهم هي إسقاط شرعية الرئيس وعدم اعترافهم بها وبالحكومة. هل تتوقع في ظل هذا التنافر التام في الرؤى أن يتم يعني عودة المشاورات إلى مسارها الطبيعي والخروج بحل سلمي للجميع؟ يعني كما أسلفت وكما أشار معالي وزير حقوق الإنسان، كما صرح الأخ معالي وزير الخارجية، أننا متمسكون بالثوابت. ذهبنا للكويت للتمسك بالسلام، ولم نذهب إلى الكويت إلا على أسس بل صحيح. وهذا الجدول حدد سلفا. بالتالي أن تأتي هذه المناورات والمراوغات فهذا أمر متوقع قبل الذهاب إلى الكويت، ولذلك فريقنا في الكويت فريقا محصنا تحصينا عاليا بروح السلام، بروح الوطن، بروح المستقبل المتفائل لكل اليمنيين، في إطار ما ثبت وما اتفق عليه ذهب الناس إلى الكويت. بالتأكيد يعني ننقل التحية، كل التحية
بإجلال وإكبار، وكما سمعتهم فخامة الأخ الرئيس وفخامة والأخ النائب ودولة رئيس الوزراء لفريقنا في الكويت على هذه الروح العالية في الصبر والمثابرة. يعني لهم كل الشكر والتقدير لأنهم يحملون همًا عامًا، لأن الحكومة تحمل مسؤولية وطن، وهذا الفرق بين مسؤولية الدولة وتفكير الميليشيا. نعم. هنا يأتي الفرق. لذلك فالشرعية التي قائمة الآن هي الشرعية الوحيدة، دعيني أقول هي شرعية فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذا ما يعترف به المجتمع الدولي، وهذا ما يعترف به الجميع. نعم. فأي كلام خارج هذا الإطار هو هراء ومردود على من يقوله. كل قرارات المجتمع الدولي وكل تخاطبه كرئيس شرعي، رئيسا شرعيا، ولا توجد شرعية اتفقنا أم اختلفنا، نحب أم نكره، الشرعية الوحيدة الآن الموجودة أمامنا هي شرعية فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتأتي في إطار شرعيته الشرعيات لمؤسساته. غير هذا كلام يعني هروب عن الطريق للحل الصحيح لمخرج اليمن. نعم. هناك من يطرح أن يعني ما يدور خلف الكواليس، أن هناك فكرة إنهاك الطرفين بهذه المناورات والمشاورات التي لم يعني تؤتي ثمارها أبدا، في ظل يعني قبول الأطراف في نهاية الأمر بأجندة جاهزة ربما فيها الكثير من التنازلات. هل تتوقع قبول الحكومة بأي تنازلات تحت أي ظروف أو ضغوط؟ دعيني أتحدث عن نفسي. تفضل. وأنا جزء من هذه الحكومة أو فرد من هذه الحكومة، لا أقول جزء ولكن ربما صورة مصغرة منها، لكن أقولها كصورة مصغرة، أن قناعاتي لا تختلف عن قناعة زملائي. شعارنا مصلحة اليمن، وأن تكون اليمن، وأن نغلب من أجل اليمن كل الأمور، لكن هناك ثوابت لا يمكن التنازل عنها. لا يمكن أن نقتنع بالفوضى بدل النظام والقانون، لا يمكن أن نقتنع بالبندق بدل الديمقراطية، لا يمكن أن نسلم دولة تسحل باللا دولة. هناك ثوابت متفق عليها، وذهبنا إلى جنيف وإلى بيل وإلى الكويت من أجل هذا الثابت، وكل الأشقاء والأصدقاء معنا في هذا الاتجاه. سنعمل كل جهدنا وبكل ما نمتلك من أجل تثبيت هذه السياق، ليس لمصلحة اليمن فقط بل لمصلحة المنطقة والعالم، لأنه إن سادت الفوضى في اليمن ستعم في المنطقة وفي العالم أجمع. نعم. طيب دكتور، يعني هذا يعني هو سقف الحكومة، الهم ليس الوطني سقفا ولكن يعني الموضوعية والمنطق. يعني نعم. طيب للأسف الشديد سقف الفريق الآخر هو توقف الطيران هكذا صراحة، وتقاسم السلطة. في ظل هذا يعني ما يطالبون به يعني أو التباين الشديد بين السقفين أو الثوابتين في بالنسبة للطرفين، هل يمكن الوصول إلى نقطة لقاء يعني تجمع هذين الطرفين؟ يا سيدتي، يعني شر البلية ما يضحك، على نفسها جنت براغش. نعم. يعني هؤلاء القوم عندما أتوا لاحتلال صنعاء، يعني دعيني ولو أن يفترض أن تكون مفرداتي فيها نوع من الدبلوماسية، لكن عندما دخلوا صنعاء وجاء ما يسمى باتفاق السلم والشراكة، من نقض اتفاق السلم والشراكة؟ من اعتدى عليه وهو جائر وسلم به فخامة الأخ الرئيس والقوى السياسية من أجل مصلحة اليمن؟ نعم. وانقلبوا على اتفاق السلم والشراكة الذي أبلوا الذين أملوا به. نعم. ما أملوا، وتحققت حكومة شراكة وفقا لما يزعمون أو يطلبون. نعم. وهذا يعني وكان قائما اليوم في عن ماذا يتحدثون. نعم. اليوم وقد كان هذا الفعل قائم. يعني أقصد هي مهزلة. يعني ليست المرة الأولى، هناك سلسلة من الاتفاقات الذي ينقلبون عليها أكثر من 35 اتفاق. إذا ما وصلنا إلى اتفاق. نعم. لتشكيل حكومة جديد، هل نضمن
ألا يتكرر السيناريو في صنعاء. ما هو الضامن لكم ألا يتكرر ما يحدث؟ الضامن لنا أن تصدق النوايا عند الآخرين وأن يصموا آذانهم عن الزفير الإقليمي الآتي من قم. يجب أن نفكر باليمن وبأبنائنا وبأجيالنا. يجب يعني أن لا يصيبنا داء السلطة ولوث العبث بالإنسان اليمني. نحن أولي تاريخ، لنا تاريخنا، لنا حضارتنا، لنا مجدنا، لنا كذا. يجب أن نفكر بهذا العمر وهذا من أجل اليمن، وهذا ما يراهن من أجل الجيل والأجيال القادمة. كفى عبثا، كفى استسخافا واستغفالا واستهتارا بالإنسان اليمني. الإنسان اليمني يعي تماما ما يدور. نعم نقول أنه مغلوب على أمره، نعم نقدر ظرف من يعيش بالداخل نتيجة الغبن والتسلط والقمع والاعتقالات وإلى آخره، نقدر كل ذلك، لكن لليمنيين كلمة وهي الكلمة الفاصلة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور العزيز هبة الله شريم وزير المياه والبيئة، شكرا لكل الشفافية التي تحدثت بها ولوجودك معنا وتفاعلك أيضا معنا ومع القناة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.